بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناة ديالنا سولو اس بي تي. كنصحو في الفيديو سؤالين 25 و 26 من خلال يعني اختبار علوم التربية لمباراة التعليم ديال سنة 2023. نبدأ مع بركة الله. حسب نظرية الجيستالت، عندما يتمكن المتعلم من إدراك العلاقات الناظمة للعناصر الوضعية المعروضة أمامه بعد تعرفها، فهو يحقق ما يمكن اعتباره انتقالا من الجزء إلى الكل. استبصار، ممارسة متأملة، تبصرا في الممارسات الصفية. ردوا البال من هنا مزيان، راه فيها واحد البيج. دابا كيقول لك حسب نظريه الجيستالت، كاين اللي حافظ عشويه ما متعمقش، شنو غيمشي يدير؟ غيمشي يدير انها هي الانتقال من الجزء الى الكل. مزيان، متفق معك. نظريه الجيستالت هذه هي الانتقال من هذا التعريف ديال نظريه الجيستالت، ولكن كيقول لك هنا داروا حسب نظريه الجيستالت، يعني شي حاجه اخرى ماشي نظريه الجيستالت. هذه الاطار العام ديال السؤال، ولكن عنده إطار خاص. شنو هو الإطار الخاص؟ عندما يتمكن المتعلم من إدراك العلاقات. وهنا راه فعلا الجيستالت كيمشي من الجزء الكل. وشنو هو هذا الجزء؟ هو مثلا في هذيك التجربة فاش تنحطو قرض ونعطينو البنان في السقف وخصو يوصل لهذاك البنان، وعطلنا عندنا واحد المجموعة من العلب داخل تلك الغرفة المغلقة، اشنو كيدير هو هذاك القرد؟ كيشد، كيبقى مريح في الاول، كينقز البنان بوحدو، ما كيوصلش ليه. شوية كيشوف، كيهز هذاك شي صندوق ويديرو تحت هذاك السقف بالضبط في البلاصة فين كاين البنان، وتيطلع فيه ما تيوصلش. اذا هنا فهم، وقع عنده استبصار. هي اهمية الجزء في بالنسبة في هذيك الوضعية اللي فيها هو. وبالتالي هنايا غيمشي يزيد عاوتاني صندوق اخر وصندوق اخر حتى انه يوصل للهدف ديالو. وهذه العملية ماشي هي انتقال من الجزء، ولكن التسمية دي هذا وصف. هذا انتقال من الجزء، هذا اللي بغينا نقولو تعريف ديال نظرية الجيستالت. اوكي، ولكن في التدقيق ديالها هذه العملية ديال الانتقال من كتسم ادراك، عندما يدرك بعدها قبل ما يمشيو النتيجة، عندما يدرك أهمية الجزء في تكوين الكل، هذا يسمى استبصارا. وبالتالي الجواب الصحيح هو الجواب ب. ممكن نسميه ممارسة متأملة، أنه كيتأمل، ولكن هذا ماشي هو المصطلح اللي جاوب به الناس ديال نظرية الجيستالت. هذا تبصرا في الممارسات الصفية، راه هي هو ما بعيد هذا الجواب، لا علاقة. هذا الجواب دي لا علاقة، بعيد كل البعد. ممارسة متأملة هي شيء، أنا ما هي استبصار، ولكن المصطلح الحقيقي اللي كيوصف لينا واللي يعني كيبين بأنك قاري شي شوية على نظرية الجيستالت، يعني هو الاستبصار. واللي قاري يعني بشكل دقيق هو اللي غيعرف هذا الاستبصار. اما اللي قاري غير سطحي غيقول انتقال من الجزء الى الكل، ومن طبيعة الحال هو جواب خاطئ. اذا الجواب الصحيح هو الجواب ب بالنسبة لهذا السؤال. هذا اللي كان الرقم ديالو في الامتحان هو 85. نمشي للسؤال اللي كان الرقم ديالو في الامتحان هو 86. عندما يطلب من المتعلم استظهار قاعدة نحوية اللغة العربية مثلا، أو في الرياضيات أو في الفيزياء، فهو حسب صنافة الأهداف المعرفية يشتغل وفق المعرفة، التطبيق، التركيب، الفهم. فاش كنقول له عرض استظهار، فاش كنقول له عرض، راه ما كاينش شي تطبيق ديال شي حاجة في شي حاجة، وما كاينش شي تركيب ديال شي قاعدة في شي حاجة، وما عندوش علاقة بالفهم. عندما نتكلم عن استظهار يعني غير عرض، حفظ القاعدة وجي عرضها. إذا حسب صنافة الأهداف المعرفية فهذه عبارة عن مستوى معرفي فقط، مازال ما مشاش للمستوى عارفها وصافي، كتقول له كذا تيقول لك هي هذه، ماشي هذاك المستوى ديال الفهم
ولا ديال التركيب ولا ديال التطبيق، هذا فقط مستوى ديال المعرفة. سير احفظ واجي عرض. دونك الجواب اللي صحيح هو الجواب نهاية الفيديو. نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.